السلام عليكم احبابتي ومرحبا بكم في وصفه ليلي. اليوم ان شاء الله كما كنتم تشوفوا جبت لكم وصفه صحيه. الاخت بغاتني ندير لها الكابويه الحمراء بوصفه تكون بنينه. قالت لي نعرف بلي الكابويه حمراء تجي صامته اللي كنطيبوها مليح. كما حنايا شويه الكابويه الحمراء محقوره حاقرينها شويه نديروها في الطعام ولا على غير ما انا جبت لكم وصفه. هذه الوصفه فرنسيه، يعني لي فرونسي يديروا هذه الوصفه هذه وتجيب لنا بزاف وسورتو صحيه. كما الاولى ما يبغوش ياكلوا كابويه، هذه غادي ياكلوها ان شاء الله سيغ بربي ان شاء الله. على غير قلنا الكابويه الحمراء نجيب لكم تشوفوها. فوالا هذه هي الكابويه الحمراء نديروها في الطعام. ها هي بها بصوا الحبز الريحه خليتها، انا ديت النص شريت حبه وديت غير النص. هذه هي فوالا الو غديت نصها على حسب الافراد العائله بيان سور. رابيتها نقيتها قلعت لها لابو تاعها وكاع كيما بنقول البطاطا ورابيتها في الغابوز. رابيتها هنا ديت البطاطا ثاني كيف كيف كما كنتو تشوفوا معايا البطاطا هنايا ديت قد كيلو ولا كيلو قريب كيلو ثاني رابيتها. عندي البصل هنا جوج حبات تاع بصل، هنا عندي الثوم ندير زوج ثلاثه فصوص ولا تاع الثوم، عندي البيض نشوف شحال خصني واحد ربعه ولا خمسه دوك نشوف. خصني الفرماج هذا فاش كيغي ولا نيمبورت كل مارك هذا تاع الفرماج هذا الحبه هذا انا عندي هذا نسمو. عندنا خصنا لا كريم فريش والفرماج غابي الجبن مبشوره هذا مكان. دونك نفوتو نديرو الوصفه تاعنا. الحاجه الاولى نبدو بها ان شاء الله نقلو البصل مع الثوم وكاع نقلو كاع الخضره تاعنا في رحبه. غادي طيب بصح طيب مجمره ما غاش ندير الماء خاش زادت الماء غادي سورتو الكابويه هذه غادي تطلق الماء بزاف وتجي صامطه. الوغ نطيبها نطيبها في الحليب ماشي في الماء. دوك تشوفوا معايا الوصفه ان شاء الله نبداو بسم الله. فوالا حباباتي كما راكم تشوفوا انا ندير المقله تاعي في النار. دوك شنو غادي ندير؟ غادي نقليها بشويه زبده شويه تاع زبده وشويه زيت الزيتون. فوالا كيما هكا ماشي بزاف زبده غير مغصو كيما موالف. ندير شويه زيت الزيتون ونقطع البصل تاعي هنايا نخليه يتقلى هو الاول. فوالا واحد ربع مغارف ولا تاع زيت الزيتون نخلي الزبده تاعي تذوب ونقطع البصل تاعي. وهكا كنتو تشاهدوا البصل تاعي بدا يتقلى تقلى لي شويه كما هكا. نبدا ندير الثوم نقطع الثوم هنايا فوالا في قطعه الثوم كما كتشوفوا. غادي نجيب البطاطا تاعي ولا لا سيتروي لا سيتروي الكابويه حمراء. هانا بسم الله الكابويه حمراء تاعي هنايا نقليها دغيا من بعد قاعد تهود كطق قاعد تذوب تهود. هانا غنطلق الماء تاعها ثاني. هانا ندير البطاطا طيبهم كاع في خطره في رحبه. فوالا كيما هاكا دوك يهودوا كيطيبو غادي يهودو شويه باسكو من بعد نطيبهم غير شويه هنايا شغل باش على خاطر لا سيتوي باش نعطيها بالنشابه نعرفوها بلي صامطه هي. من بعد ندخلوها في الفوره. الوغ شي اللي قلنا نديرها ان كوب ولا لي زيبيس التوابل. ولا غندير كوب هنايا ندير معاها غير شويه ملح ماشي بزاف باسكو غنديرو فرماج فرماج مالح. انا ندير كوب ونشوف الا خاصها الملح ندير الملح سينو ما نديرش باسكو الفرماج مالح تانيك. ندير شويه فلفل اسود نزيد شويه باسكو عندي انا كميه كبيره. فوالا كيما هكا هي ما تسحقش بزاف لي زيبيس. فوالا نخليهم يتقلو مليح حتى تهود لي لاخر. ندير شويه حليب غادي نطيبها في غير شويه حليب ماشي في الماء باسكو الماء يصمطها. نجيب الحليب تاعي نفرغ غير شويه حليب. فوالا ها هو الحليب ديت غير نص كاس صغير ندير غير شويه حليب من بعد يطلق الماء تاعها كما قلت لكم. ولا خاصني نزيد شويه حليب ما تخصنيش غير باش تذوب لي. هذا مكان غير نص كاس كيما هكا صغيره كاس على اتاي ولا مش معمر بزاف. هيا غادي نحركها وخليها تهود طيب لي شويه تهود كاع. فوالا كما راكم تشوفوا مازال ما طابتليش الحليب نشف غادي نعاود ندير الحليب. الحليب ديرو غير بشويه فوالا كيما هكا. انايا ذقتها جاتني صامطه غادي ندير لها شويه ملح نجيب الملح ديال الملح. فوالا ها هو الملح جبته ندير غير شويه باسكو كما قلت لكم عندي فرماج تانيك. غير هاد هاد الكابويه الحمراء يفو بيان تخافاي الكابويه الحمراء اللي كنطيبوها مليح نبنوها مليح باسكو سينو لوغو تاعها
فوالا كيما هكا دوك تشوفوا غادي فريمون تجيب لينا هاد هاد الكغاتان تاع الكابويه الحمراء لا سيترو فريمون الكغاتان تاعها يجبني بزاف بزاف. بون دوك انايا غادي نقعد هكا نطيب فيها هكا نهودها شويه قبل ما تطيب شويه بيان نعطرها كيما نقولوا نكهها بيان فوالا كيما هكا. انا كي نبدا نطيب لي شويه معدنوس قبل ما ننسى فوالا نقول لكم معدنوس شويه معدنوس دوك انا غندير شويه معدنوس ونخليها تهود تطيب مليح و... ومن بعد ندير فرماج نعاود نتلاقى ان شاء الله معاكم. كما كنتو تشوفوا غندير معدنوس نقطعه هنايا ومن بعد ندير فرماج. ولا كما كنتو تشوفوا راني درت فرماج تاع هذا الحبه راني دايره شحال هنايا سبعه. انا قلت لكم عندي كميه كبيره تاع الكابويه والبطاطا مقله كبيره تاعي نتوما ديروا قل ابغى هي الفرماج تبعها يعني ميم تكثروا يشبه فيها باسكو كما قلت لكم صامطه هي اللي قلها بيان نطيبوها مليح. بغيت ندخل الفرماج تاعي هذا بيان كما كنتو تشوفوا انا صايي دخلت الفرماج تاعي ذوبه مليح هنايا نعاودوا نتلاقوا باش نديروا المرحله التاليه الاخيره. فوالا كما كنتو تشوفوا هاي الكورجه تاعي الكابويه الحمراء طيبتها عاينه مع البطاطا قلعتها دوك غادي ندير نوجد باش الكغاتا باش نديرها في الفور في الفرن. الوغ شنو عندي هنايا انا هديت هنايا البيض درت خمس حبات تاع بيض قطعت لهم معدنوس وشويه فلفل اسود خمس حبات بيض شويه معدنوس وفلفل اسود. دوك شنو غادي ندير هنايا ديت مايزينا النشا غادي ندير زوج مغارف مش معمرين بزاف تاع النشا هنايا ونحلهم في شويه حليب. هناك راكم تشوفوا هاي درت المايزينا تاعي هنايا مع شويه حليب ماشي بزاف قد نص كاس صغير غير باش نحل المايزينا تاعي باش كي نديرها في البيض ما تكورليش. هاك راكم تشوفوا غادي نديرها هنايا مع البيض ندير لا كريم فريش ندير جوج مغارف تاع كريم فريش معمرين مليح الا ما كان ما عندكمش لا كريم فريش القشطه هذه الكريمه تنجمو ديروا البتي سويس البتي سويس فيه لوغوك تاع لا كريم فريش برسك تنجم ترومبلاسو بالبتي سويس ما كاش مشكل. الوغ دونك غادي نخلط كاع هادو ندير شويه ملح عفوا الملح نسيته نجيب الملح ندير الملح ونخلط راني نخلط انا البيض عندي قليل بصح الكميه كي عندي بزاف كبيره غندير بلا كبير فريمون كبير البيض غادي نزيده تما هنا عندي ست حبات بيض تاع نتوما اللي كدرتو كميه صغيره الا كنتو ماشي بزاف في الدار كميه صغيره البيض نقصو راك تشوفوا هاد الريسيبي راه معمر وهاد الريسيبي ما كبير شويه ماشي صغير. ندير الفرماج غابي هنايا الجبن المبشور كيما قلت لكم هاد الوصفه تبغي بزاف الفرماج الا كان عندكمش مش متوفر مبشور معليش ديروا تاع الحبه ولا تاع لي ساندويش هذا هذا تنجمو ترومبلاسو بيه يعني فيه كوش باب تانيك الا كان عندكمش هذا معليش سي با غاف دو هذاك تاع تاع لي ساندويش ولا لافاش كيري هذا تاع فرماج الحبه كيما نقولو حنايا في البلاد وصايي ما تبقاش زعما تقيدو غير بحاجه. فوالا دوك غادي ندير كاع هاد المعدنوس الميلونج تاعي هنا ندخله هنايا نخلطه كاع بيان هنايا فوالا بسم الله فوالا هنايا نديره فوالا كيما هكا وغادي نخلطه بيان هنايا كيما راكم تشوفوا ندخل بيان بيان البيض تاعي هنايا فوالا كيما هكا وراني خلطت الخليط تاعي مع البيض. هنا جبت سنين سنيه تاع الفور المول تاع الفور هذا غادي نفرغ دهنته بالزبده كيما راكم تشوفوا غادي نفرغ الميلونج تاعي هنايا بسم الله فوالا نفرغها كاع جاني شال السنايه انا توجور ندير كي ندير حاجه غوسه زعما ندير الوصفه توجور ندير كميه كبيره باسكو حنا رانا الله يبارك بزاف عندي بنات ما نديرش زعما كميه صغيره فوالا هاد السني كبير فيه واحد 40 ولا هذا 50 هكا على 30 كبير شويه انا جاني معمر نيشان. دوك شنو غادي ندير صاين البلاطه تاعي محميه الفرن تاعي من قبل كيما موالف حميته وندخلها طيب حتى تنشف لي البيض. دونك غادي ندير فوقها نوازيت غير شويه تاع تاع الزبده هكا من الفوق نوازيت دو بوغ هي هكا ماشي بزاف. فوالا هاني جبت الدهن فوالا ندير هنايا هكا الدهن كيما هكا فريمون هاد الوصفه الدهن يطبعها والفرماجه سيوها نتمنى لكم تسيوها وردوا لي خبر الا كان عجبتكم
تحسبوها مشي مشي كابويا، تحسبوها حاجه واحده اخرى، ما تعرفوش ولا ما تعرفوش ولا كسكو كابويا ولا حاجه واحده اخرى. فريمون يجي بنينه. وهذه الوصفه كما قلت لكم فرنسيه، يعني فرنسي يديروا هذه الوصفه هذه بالكورشيت، وكاين عندهم شحال وصفه ماشي غير هاد الكغاتا. ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله ندير لكم وصفات اخرى باذن الله ان شاء الله يا ربي. الوغ بزاف عليه الدهان هكا، صعيب بزاف عليه. غادي ندير جو في ميتر، غادي ندير هذا الفرماج غابي هكا بالفوق وندخلها الفور يطيب. وكما قلت لكم كينشف هذيك هي كنا الكغاتا تاعنا. طيب ندير قدامكم الفرماج، ندير غير شويه يعني ماشي بزاف. الا كان ما عندكمش ما ديروش، ديروا الفرماج هذا اللي قلت لكم تاع الساندويشه. فوالا ندير غير هكا على الوش تاعها كيما هكا باش تغراتينا بيان ويطلق بنا الشابه. فوالا كيما هكا، فوالا سي بون بزاف عليه، صافي فرماج بالداخل بزاف عليه. الوغ غادي نديرها يطيب ياك، كي يطيب لي كيما قلت لكم يتغلي غراتان بيان سي بون، راه طايب لنا. غادي نديرها ونرجع لكم كي يكون طايب ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا حباباتي، ها هو الكغاتا تاعنا راه طاب. انا خليتها كيما قلت لكم حتى نشف لي، انا قعد لي 20 دقيقه في الفرن كلشي راه طايب، جوست البيض يطيب هذا مكان وينشف. ها هو الشكل تاعه، نقطع لكم مرص باش تشوفوا من الداخل كي جا داير باش تكون عندكم فكره. هاني قطعت مرص كيما راكم تشوفوا، ها هو الكغاتا تاعنا مازال حامي، كيبرد يحكم روحه مليح، نتوما خلوه حتى يبرد. ندير لكم في الطبس هنايا فوالا كيما هكا، ها هو فريمون ما تبانش باللي الكابويا الحمراء، القرعه الحمراء لا سيتخويا. فوالا من البنة تاعه يجي بنين، راني مداري نديرها لولادي فريمون يعجبهم، وان شاء الله يعجبكم نتوما تانيك. هذا هو بون، انا شاري نقول لكم نتمنى ان هاد الوصفه تكون عجبتكم ان شاء الله. وغادي نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في وصفه اخرى باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.